متفعلا لشعار الجامعة في خدمة المجتمع وفي إطار السياسة التي تهدف إلى تناول مختلف القضايا والمشكلات والمساهمة بإيجاد الحلول المناسبة لها، نظمت كلية العلوم في الجامعة المستنصرية ندوة علمية عن ظاهرة نفوق الأسماك وأثرها البيئي في العراق بمشاركة عدد من المختصين والتدريسين وطلبة الدراسات العليا. اليوم في كلية العلوم تعقد ندوة حول الظاهرة التي حدثت في العراق مع الأسف، ظاهرة نفوق الأسماك. التناول الظاهرة من حيث البحث العلمي، تناول الظاهرة من حيث الأسباب، وتم اليوم استدعاء أحد أساتذة كلية العلوم وهو حاليا متقاعد ولكنه يعمل في جامعة أهلية لإلقاء محاضرة بالخصوص، وطبعا هو تجسيد لعلاقة الكلية بمجتمعنا. هذه الظاهرة التي ظهرت في العراق وأثرت عليه اقتصاديا ومجتمعيا لم يتم تناولها بشيء من البساطة، بحيث المواطن يتوقع الحذر مما يراه في هذه الظواهر. اليوم تم وضع النقاط على الحروف وتم التطرق إلى الأسباب المرضية والفيروسية البكتيرية لهكذا حالات. كلية العلوم مستمرة في نشاطاتها باتجاه المجتمع، وإن شاء الله قادمها أفضل بإذن الله، ونأمل حقيقة بحضور وزارة الصحة والبيئة، اليوم أيضا هم حاضرين، أن تؤخذ هذه الملاحظات بنظر الاعتبار، لأننا لا نريد فقط طرح أفكار وإنما نريد التنفيذ لما يخدم مجتمعنا. الندوة التي أقيمت بالتعاون مع وزارتي الصحة والبيئة والزراعة تهدف إلى تسليط الضوء على الأسباب الحقيقية لظاهرة نفوق الأسماك الجماعي التي حصلت مؤخرا في بعض المحافظات العراقية، والبحث عن الحلول العلمية المناسبة لضمان عدم تكرارها في المستقبل. أسباب أخرى لنفوق الأسماك الجماعي وهو ما يحصل في العراق مثلا أو ما حصل في العراق، وراح نجي عليه بشيء من التفصيل، بسبب الكثافة، كثافة الأسماك اللي موجودة في الأقفاص، واللي قد يكون أي حالة من تغير بيئي سبب لهلاكها، لأنها يكون ارتفاع يعني طردي، مع موت الأسماك تزداد الحالة، مع يعني التحللات اللي تصير، تحلل يؤدي إلى إنتاج الأمونيا وبالتالي NH4 اللي يعني يكون هيدروكسيد ويكون سام، يعني تدمير لقدرة الأسماك على التنفس، وتدمير الصفيحات اللي موجودة بالخياشيم وتلتصق بعضها على بعض آخر وتنفجر وتؤدي إلى هلاك في الأسماك، يزداد بشكل طردي مع يعني موت الأسماك، يزداد بشكل طردي مع موت الأسماك، وهذا المفاجئ. قد يحدث أحيانا من تصرفات أو من الممارسات البشرية اللي تتلخص في التلوث اللي يحصل، واللي قد يكون كما تلاحظون يعني مباشرة المياه اللي يعني المياه الثقيلة والمياه المزارع وياها المبيدات اللي استخدمت وياها الأسمدة اللي استخدمت، وكل هذا يكون عامل تلوث يؤدي إلى هلاكات في الأحياء البحرية أو المياه المائية اللي تكون البيئة قد تغيرت عليها بشكل سريع دون أن تكون قادرة على التكيف والتلائم مع هذه الظروف. تطرقت الندوة أيضا إلى تحاليل المياه التي أجريت على أقفاص الأسماك التي تعرضت للنفوق، والخطوات الرقابية لوزارة البيئة في متابعة هذا الأمر، وأهم الإجراءات الواجب اتباعها في هكذا حالات عبر الاستعانة ببعض التقنيات الحديثة والمتطورة لتطويق الحالة ومعالجتها بسرعة والتقليل من ضررها وأثرها على البيئة. ظاهرة نفوق الأسماك اللي حصلت في العراق بشكل خاص، طبعا اكو نوعين من الوفيات اللي ما نتحدث عنها لانها وفيات طبيعيه تجي بسبب الامراض، والامراض ما ان تكون بكتيريه او فطريه او فيروسيه او طفيليه، وهذه ممكن معالجتها خلال يعني مراحل التربيه، وتكون الجهات المختصه هي عندها ارشادات كافيه لهذا الموضوع، والمربين ايضا على علم ودراية ويحتاجون إلى مختصين من البيطرة
معالجة. لكن الحالات اللي نتحدث عنها اليوم هي عبارة عن حالات النفوق الفجائي والواسع والذي يؤدي إلى هلاكات في الثروة المائية، يعني الأحياء الموجودة اللي هي أهمها الأسماك. وهذه طبعا يعني حصلت في العراق لأسباب، منها ازدحام الأقفاص وكثافة الأسماك اللي موجودة فيها، تحلل الغذاء اللي يعطى للأسماك أو ما يسمى بالعلف، وإنتاج الأمونيا، والأمونيا بدورة يكون يعني مادة سامة أو غاز سام يؤدي إلى هلاكات وتدمير للخياشيم، ويصادف وياها أيضا الازدحام اللي يؤدي، كل هذه العوامل طبعا تؤدي إلى نقص الأكسجين وبالتالي هلاكات للأسماك. يضاف إلها شحة المياه واللي خلت انتقال المياه وتجديد المياه غير ممكن، لأنه أصلا كان التيار واقف، وهذا كله يعني أدي إلى أن تكون التهمة هي منسوبة إلى هذه العوامل. تقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع دائرة البيئة بغداد وبالتعاون مع الجامعة المستنصرية بإقامتها دوريا وبواسطة شعبة التعليم المستمر، تناولت بالمحاضرة إيضاح حالة النفوق التي حصلت في القطر في الوقت الحاضر وأسبابها، وكذلك إيجابيات وسلبيات النظام الأقفاص وأسباب الكارثة التي حدثت في الآونة الأخيرة. تطرقت في الندوة حول سوء الإدارة من قبل المربين وعدم استخدامهم الأعلاف بصورة صحيحة، وكذلك التجاوزات الكثيرة من قبل المربين على شواطئ الأنهار، مما أدى إلى تراكم الملوثات البيئية وزيادة نسب المواد العضوية في الماء، ومما أدى إلى حدوث الكارثة. المشاركون ساهموا بتوضيح طبيعة الظاهرة وأنواعها المختلفة وأسباب حدوثها التي تشمل عدم الالتزام بضوابط الاستزراع السمكي والأمراض الفطرية والفيروسية والبكتيرية والطفيلية التي تصيب الأسماك وظاهرتي الازدهار الطحلبي والمد الأحمر، فضلا عن تلوث مياه الأنهار بالمخلفات الصناعية والصحية وشحتها وارتفاع معدلات الرطوبة ودرجات الحرارة. ضعف الإجراءات التنفيذية اللي هي الشرطة البيئية وغيرها وغيرها والقوات الأمنية، ضعف تنفيذها هو هذا أسهم إسهام كبير بهذه الكارثة. لذلك أنا دائما يعني من يجهولي هيك كلام وادخل بهيك نقاش، ألقي باللائمة إلى أصحاب الأقفاص ومربي الأقفاص، لأنه لو كانوا يعني يتبعون إرشادات وزارة الزراعة وزارة الموارد المائية وزارة البيئة، وهاي الوزارات الثلاثة أنا أذكرها لأن هي اللي وضعت المحددات على الأقفاص، لو ملتزمين بها وما متجاوزين عليها كان ممكن أن إذا صارت حالة مرضية ما توصل إلى حد الكارثة. هاي بدرجة أولى، هذا خلينا نقول قبل الكارثة. صارت الكارثة، الفرق الرقابية اللي طلعت اللي هي من البيئة ومن الزراعة ممثلة بالبيطرة أيضا أنطوا توجيهات، يعني أنا يمكن ذكرتها بالمحاضرة، أنه أول ما شفناهم مربي الأقفاص أتهم نوع من الجهل في التعامل مع الجهل، يعني السمكة الميتة ليش أنا أشمرها بالنهر مرة ثانية، والله شنو تروح على غيري وخلي غيري هم ينصاب بها وليش بس أنا، هاي سمعناها يعني. زائد أنه جهل بالتعامل مع هاي الأسماك النافخة، مكان ما أنا أرميها بالشط ممكن تروح إلى غيري، ممكن أنا أسوي لها حفرة صغيرة وأدفنها بها. الإجراءات كانت يعني بالرغم من هذا إجراءات كانت سريعة من الجهات المعنية، بزالة الأسماك النافقة جهد الدولة بالنسبة للموارد المائية وغيرها وغيرها، جهد وزارة البيئة، جهد وزارة الزراعة، كانت يعني شلون نقول طوقت الأزمة وحاصرت الأزمة، لكن يعني خسروا كثير من التجار أو كثير من أصحاب مربي الأسماك للتجارة للأسماك مالتهم، خسروا يعني مبالغ مادية، وأنا أرجع وأقول لهم هم الدور، لأن لو ملتزمين بالتجاوز ما متجاوزين ملتزمين محددات
كان ممكن يطوقون الحالة وخسارتهم المادية والاقتصادية تكون أقل. كما استعرضت الندوة واقع الثروة السمكية في العراق وأهميتها الاقتصادية وما توفره من رأس مال وفرص عمل وعملية الاستزراع السمكي الصحيحة والبيئة المناسبة لتكاثر الأسماك، فضلا عن استعراض سلبيات وإيجابيات النظام الخاص بالأقفاص. طبعا ظاهرة نفوق الأسماك ظاهرة مهمة وحدثت هسه خاصة السنة 2018 وأثرت على الثروة السمكية في العراق. فهاي الندوة يعني حددت عدة محاور، منها المحافظة على الثروة السمكية خاصة الالتزام بالموافقات البيئية والحصول على موافقات بيئية أصولية والحصول على إجازة رسمية. أكثر شفتوا مشاريع الأسماك ما بها موافقات أصولية، 1000 مشروع 10 و20 مجازين والباقي غير مجاز، بالتالي أدى إلى عدم الالتزام بالمسافات البيئية والمسافات المحددة من قبل وزارة الزراعة والبيئة والمواد المائية، بالتالي انتشار المرض نتيجة تجمع الأغذية والتعفن وقلة الأكسجين. فهذه المحاضرة حددت المحاور الرئيسية ضرورة الالتزام بالموافقات البيئية والموافقات الأصولية للحافظ على الثروة السمكية. كانت الندوة جميلة جدا لأنه بحيث تناولت جميع الجوانب عن ظاهرة نفوق الأسماك، بحيث كانوا المحاضرين من أكثر من وزارة، من وزارة البيئة ومن وزارة الزراعة، لذلك تناولت الجانب البيئي والجانب الصحي والجانب الزراعي من عن طريق المهندسين اللي كانوا مستضيفيهم لجنة التعليم المستمر. بالإضافة إلى ذلك كانت اللجنة مدارة إدارة جيدة، بالإضافة إلى أنه كان الترحيب بالضيوف، والآن 5 محاضرين كانوا في إلمام كامل بكافة المتطلبات عن هذه الظاهرة، بحيث وضحوا بشكل جدا بالتفصيل عن سبب نفوق الأسماك اللي كان كل من المواطنين العراقيين يظهره بجانب محدد، لكن هؤلاء المحاضرين ألموا إلمام كامل بكل ما يحيط من أسباب المرض والنتائج واللي أودت، وأصبح الآن بشكل تفصيلي موضح لدى كل من حاضر في القاعة عن هذه الظاهرة. الندوة أوصت بضرورة الالتزام بالمحددات والشروط البيئية في إنشاء أقفاص الاستزراع، لا سيما فيما يتعلق بأعداد الأسماك والإشراف البيطري عليها واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتجاوزين ورفع جميع التجاوزات واستخدام الأعلاف ذات النوعية الجيدة.